الأخبار والظاهرة مباشرة من الأولى إليكم العربية. مكانة مهمة يحتلها قطاع الزيتون في منظومة الإنتاج الفلاحي بجماعة واويزغ في إقليم آزيلاد، وعملية إنتاج زيت الزيتون بالمنطقة شهدت تطورا ملحوظا مع اعتماد طرق تراعي الشروط البيئية. أزيد من 500 من نزلاء السجن المحلي ببوعرفة يستفيدون من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات حلت بالمؤسسة نهاية الأسبوع الماضي. وتخفيضات مهمة تعلنها المراكز التجارية الكبرى بالدار البيضاء بحلول نهاية السنة الميلادية تجذب أعدادا غفيرة من المتبضعين. السلام عليكم. انعقد صباح اليوم مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وتتبع المجلس في بداية أشغاله عرضا لوزير العدل حول المداخلة العامة للسياسة الجنائية. بعد ذلك تدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، وبتغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبتطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة. وتهم مشاريع المراسيم أيضا تغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبوقف استيفاء رسم الاستيرادة المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. في المجال الفلاحي يحتل قطاع الزيتون مكانة مهمة في منظومة الإنتاج الفلاحي بجامعة واويزغت بإقليم أزيلاد. فالقطاع يحتل مساحة تناهز 3000 هكتار، وعملية جني وعصر الزيتون بالمنطقة شهدت تطورا ملحوظا مع اعتماد طرق تراعي الشروط البيئية. روبورتاج محمد الوهيبي وعبد العالي عياد ويوسف مزياني. تثمين قطاع الزيتون انشغال كل فلاح بجماعة واويزغت يهتم به ساكنتها من أجل إنتاج ثمرات ذات جودة عالية تؤمن بها تسويق منتوجها وتضمن لها مدخولا يفي بمستلزماتها. لكن هذه الشجرة المثمرة عاقت عطاء هذه الفترة عوامل مناخية وذاتية. شتى ما كايناش، وزيتون كان زيتون تقاس، وخاطر يسقيوه الناس ما عطاولو فلاح ما مهلش مني وجبت ما كاين والو. من بين المهتمين بثمار الشجرة المباركة تعاونية أضرار الفلاحية والاستخلاص قطرات زيت نقي، يتبع القائمون على هذه الوحدة خطوات للحفاظ على المستخلص بجودة ونكهات عاليتين، وذلك عبر مرحلتين تقطعهما الآليات المخصصة لذلك، أولاهما تستخرج المنتوج، وثانيهما تلفظ النفايات المكونة من المرجان ومادة يطلق عليها الفطور. المنتوج بقى كنعرفوه سواء كنعرفوه من لي زاناليز، يعني التحليلات اللي كدار المستوى ديال الحموضه اللي ما خصهاش تفوت المعايير اللي هي، وهنا دائما اقل من واحد، مع معيار اقل من 1%، ثم كذلك التذوق. للحفاظ على المجال البيئي وحماية الوسط الطبيعي الموجودة فيه التعاونية من مخلفات معصرة الزيتون التي تتسبب في تلوث المياه، أقيمت حفر لتجميع الفضلات التي وجد لها المتعاونون منافذ لتسويقها. الوحدة ديالنا تحافظ على البيئة بجميع المواصفات. عندنا حفر تنجمعوا فيها هاد النفايات ديال الزيتون، تيفوت فصل الصيف وتيبس بحال هكا، تيبس وتنبيعوه لهذوك الناس اللي تيشريو تيستعملوه في البريك وفي الافران. تثمين فضلات استخلاص زيت لاشجار تقارب حوالي 3000 هكتار، مشروع تتم دراسته بين تعاونيه اضرار الفلاحيه ووزاره الطاقه والمعادن والبيئه في افق استغلال النفايات تجسيدا لفكره الوحده، مشروع صديق للبيئه. ولمواصلة الحديث حول موضوع قطاع الزيتون بإقليم أزيلاد نستضيف مباشرة المدير الإقليمي للفلاحة السيد مصطفى العسراوي. السيد العسراوي، تفوق المساحة المغروسة بشجر الزيتون أزيد من 10% من المساحة الصالحة للزراعة على مستوى إقليم أزيلاد، ما أهمية سلسلة الزيتون في المنظومة الاقتصادية للإقليم بالنسبة للمردودية وأيضا بالنسبة لتوفير أيام العمل؟
شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع المهم. فبالفعل سلسلة الزيتون تحظى بأهمية كبيرة في الإقليم، بحيث تبلغ المساحة الإجمالية المغروسة بهذه الشجرة ما يفوق 31 ألف هكتار، منها حوالي 10 ألف هكتار مسقية والأخرى بورية، وتمثل هذه المساحة ما يفوق من 70% من مساحة المغروسات بصفة عامة. وهذه الشجرة فهي تتلائم مع المناخ والتضاريس ديال منطقة الزلال، بحيث تمتد من الدير تقريبا من السهل إلى المناطق المتوسطة الارتفاع أقل من 1200 متر ديال العلو على سطح البحر. وكذلك راهنا على هذه الزراعة باش نطوروها، لأن تتلائم كذلك تتساعد على تخفيض من جراف التربة بواسطة الأحواض اللي تتكون حول الشجرات، وكذلك تساهم في تحسين الدخل ديال الفلاحين الصغار بالإقليم لإقليم جبلي مثل الزلال. لأن السيد عسراوي، القطاع عرف إنجاز مجموعة من المشاريع في إطار المغرب الأخضر، ما مدى تأثيرها على دخل الفلاحين المتعاطين لإنتاج الزيتون؟ بالفعل في إطار مخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقه يعني بدأنا في إنجاز عدة مشاريع تهم عالية السلسلة، هي عن طريق غرس المساحات أو تحويل المساحات اللي كانت مخصصة للحبوب لغراسة الأشجار على الخصوص الزيتون، بحيث فاقت المساحة المغروسة من الزيتون لوحده 11500 هكتار. وكذلك راهنا على تطوير السلسلة عبر يعني تأهيل القطاع بالنسبة للأشجار القديمة الغرس، يعني عن طريق التحويض، عن طريق التشديد، عن طريق كذلك معالجة ضد الأمراض. وهذا كذلك ما حبسناش في هذا الشيء، بل زدنا أكثر، بحيث في سافلة السلسلة أنجزنا 3 وحدات لتتميل المنتوج بسعة ديال 100 طن في اليوم، أكبرها يعني سعة ديال 60 طن في اليوم، والوحدة التي زرتم يعني سعة ديال 20 طن وقابلة للتوسيع. وكذلك راهنا على يعني باش تكون بدا أولا الجودة في هذا الزيت هذا، بحيث يعني الزيت هي زيت بكر ممتازة، يعني تطابق جميع المواصفات ديال الجودة. وكذلك يعني بالنسبة للمخلفات حاولنا يعني على تتمين هذه المخلفات لكي لا ترمى يعني في السواقي أو تلوث البيئة. سيد العسراوي، انطلاقا من ما قلتموه ما قلتموه الآن، هناك أيضا الملاحظ ومن خلال الروبورتاج على أن هناك اهتمام خاص من طرف التعاونيات المنتجة لزيت الزيتون بطرق بالإنتاج بطرق تحافظ على البيئة. كيف يمكنكم أنتم سواء كمديرية إقليمية أو في إطار عام كوزارة دعم هذا التوجه مستقبلا؟ بالفعل احنا يعني نواكب جميع هذه المجهودات التي تقوم بها يعني جامعات وكذلك عدة قطاعات عمومية يعني لتتمين هذه المخلفات ولكي لا ترمى يعني في الطبيعة. يعني بدأنا اولا في انجاز واحد المشروع ماشي بنفس الوحدة، ولكن في وحدة اللي موجودة بأي تعتاب يعني انشاء واحد لبريكات ديال التسخين، واللي ممكن تستعملوا في المدارس اللي موجوده في اعالي الجبال للاطفال ديالنا اللي يعني تعانيوا قساوه الطقس في هذا الفصل هذا، واللي هي ايضا يعني فيها واحد رائحه عطره طيبه، ويعني غادي تخلي كذلك باش نقلوا ذاك قطع الاشجار الغابويه اللي كذلك يعني هذا آفه اللي خصنا يعني نحاولوا نقصوا من قطع الاشجار الغابويه واعطائهم هذا المنتوج هذا كبديل للتسخين في هذه المناطق الجبليه. اذا اكيد ان هناك مشاريع مستقبليه في هذا الاتجاه. السيد مصطفى العسراوي المدير الاقليمي للفلاحه بأزلال، شكرا جزيلا لمساهمتكم معنا في اخبار الظهيره. نمر الآن للخبر الدولي للنشرة، ونستهل من فلسطين المحتلة، حيث شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على غزة ليلة الأربعاء الخميس بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع. وأفاد بيان لجيش الاحتلال بأن طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للمنظمة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة مساء الأربعاء. ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا
من أي الجانبين، رغم أن مصدرا أمنيا في غزة تحدث عن حدوث أضرار في عدة مواقع تابعة لحماس. قتل 5 مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في شرق سوريا إثر غارات جوية استهدفت مساء الأربعاء مدينة البوكمال في محافظة دير الزور حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. في غضون ذلك يتكدس مئات النازحين السوريين الفارين من المعارك في عدد من البلدات المجاورة لمحافظة إدلب، غالبيتهم من الشيوخ والأطفال. تقرير إبراهيم المرزوقي. بعد أيام من القصف المتواصل من قبل طائرات ومدفعية النظام السوري على مدينة معرة النعمان وسراقب والمناطق المحيطة بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ساد اليوم هدوء نسبي على هذه الجبهة، وكانت العمليات العسكرية لقوات النظام وحلفائه خلال الأيام الماضية قد خلفت عشرات القتلى والجرحى. إلى ذلك تواصلت عمليات نزوح آلاف المدنيين باتجاه الحدود السورية التركية، بينهم شيوخ ونساء وأطفال، حيث تفاقمت معاناة هؤلاء جراء تساقطات الأمطار والثلوج. العوائل لليوم تقريبا صار الرقم اللي مسجلين عنا في سجلاتنا 8000، أما بالنسبة كعدد كامل النزوح اللي من منطقة معرة النعمان وما حولها جبل الزاوي والقرى الليلة قرابة تقريبا وصل العدد 22000. نحن جينا من الفاروما، طلعنا من تحت القصف وجينا هذا المخيم، وهذا المخيم يعني طلع الطرقات كلها وحايل، ويعني دوبنا مليمين هنا والعجين عطنطين من البرد. برد تزداد فيه حاجة هؤلاء النازحين إلى الخيام والتدفئة. لا خيام لا شيء، معنا أطفال صغار، بدنا خيام بدنا شغلات إيش ما عرفني والله ما بعرف. وحسب بعض الإحصائيات فإن العدد الكامل للنازحين من محيط إدلب جراء المعارك الأخيرة قد بلغ حوالي 220000، ثلثهم من الأطفال. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع نظيره التونسي قيس سعيد تعاونا لوقف إطلاق النار في ليبيا وإعادة الحوار السياسي بين الليبيين. ودعا الرئيس التركي خلال ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس التونسي إلى ضرورة مشاركة كل من تونس وقطر والجزائر في اجتماع برلين المرتقب الذي سيخصص للنزاع في ليبيا. وكان الرئيس التونسي أعلن الاثنين عن مبادرة هدفها دعوة كل الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية. لقي 10 جنود في بوركينا فاسو مصرعهم إثر هجوم على كتيبة عسكرية في بلدة هلاليلي القريبة من تونغومايل في منطقة سوم. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت الحداد الوطني يومي عيد الميلاد الأربعاء والخميس غداة هجوم جهادي أسفر عن مقتل 42 شخصا في شمال البلاد، وهو الأسوأ منذ 5 سنوات. وتبدو قوات البلاد التي تتكبد خسائر كبيرة عاجزة عن وقف عنف المتطرفين المتشددين، فهي تعاني من نقص في التجهيزات وفي التدريب. مع ذلك ومنذ بداية نوفمبر أعلنت السلطات الدفاعية والأمنية في بوركينا فاسو قتل 100 من المسلحين المتطرفين في عمليات عدة. أعلنت السلطات الفلبينية اليوم مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب إعصار فانفون، وضرب الإعصار قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد في الفلبين الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانه. وتسبب الإعصار الذي رافقته رياح فاقت سرعتها 190 كيلومترا في الساعة في أضرار مادية جسيمة للعديد من المنازل، وتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء في عدد من مناطق الفلبين. وفي المناطق الأكثر تضررا ما زالت شبكتا الانترنت والاتصالات الخلوية مقطوعة صباح اليوم. في بقية أخبار النشرة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال اجتماع مجلس إدارته لدورة دجنبر العادية عن الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير القادم. هذه الزيادة لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى، وتندرج ضمن مجموعة من القرارات المهمة أصدرها مجلس الإدارة من قبيل إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة
عن الأقساط المؤدات في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أداء كافة الأقساط وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة. في موضوع آخر، استفاد أزيد من 500 نزيل بالسجن المحلي ببوعرفة من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات حلت نهاية الأسبوع الماضي بفضاء السجن. الحملة الطبية تروم توفير العلاجات الطبية لنزلاء المؤسسة السجنية وتمكينهم من الولوج إلى العلاجات والمتابعة الطبية على غرار باقي فئات المجتمع. روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. هذه الحملة الطبية مكنت من تقديم مجموعة من الفحوصات والخدمات الطبية في عدة تخصصات شملت الطب العام وطب القلب والشرايين وطب العيون وطب مرض الجهاز الهضمي وطب مرض الغدد وطب مرض الكلي والمسالك البولية وطب أمراض الجهاز التنفسي وطب الأمراض العقلية والنفسية وطب الأمراض الجلدية بالإضافة إلى طب الأسنان. هي مبادرة إنسانية لقيت استحسانا لدى المستفيدين. هي مبادرة طيبة وحضارية، وفعلا أنها أزالت الحزن وأشاعت البهجة لكثير من النزلاء. اللهم لك الحمد، جابونا الزسكانير، جابونا الأطباء اختصاصيين وعالجونا اللهم لك الحمد. دوزت على مرض الحساسية ودوزت على واحد المرض ديال الزكام، الحمد لله اللي فات الأمور مزيان الحمد لله، وتسلمت أدوية الحمد لله، وراني الحمد لله دابا كنحس بأمور جد حسنة إن شاء الله. هذه المبادرة تروم توفير العلاجات الطبية لنزلاء السجن المحلي ببعرفة وتمكينهم للولوج إلى العلاجات والمتابعة الطبية على غرار باقي فئات المجتمع وتحسين ظروف إيواء النزلاء وتفادي نقل المرضى نحو مدينة وجدة، لا سيما فيما يتعلق بعدد من التخصصات الطبية. تقريبا 500-600 سجين اللي يستفدوا من هاد الحمله، واللي فيها جميع التخصصات تقريبا اللي وصلت، كجهاز امراض الحلق والانف، امراض العيون، امراض المسالك البوليه، امراض الصحه النفسيه، وهذه والطب العام. هاد القافله الطبيه التي تدخل كذلك من اجل تحقيق اهداف الرفع من مستوى الصحه داخل لفائده النزلاء، وكذلك تحسين ظروف الايواء ديالهم، كذلك ان هذه القافلة تخفف من العبء على المؤسسة من أجل تنقل السجناء إلى مدينة وجدة من أجل بعض التخصصات. يشرف على هذه العملية طاقم طبي ومتكون من أطر طبية وشبه طبية، حيث بلغ عدد الأطباء المشاركين في هذه القافلة تجاوز 40 طبيب في 10 تخصصات طبية. هذه الحملة الطبية المنظمة بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة وهيئة الأطباء بجهة الشرق ومؤسسة الشرق لدعم الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي، تميزت بتوزيع الأدوية والأغطية على النزلاء المستفيدين. في الشأن التربوي، احتضنت مدرسة عبد المجيد بن جلونة التابعة للمديرية الإقليمية لأكادير دوتنان الحفل الجهوي لتسليم الاستحقاقات الوطنية الثلاث للمدارس الإيكولوجية المتوجة على مستوى إقليم جهة سوس ماسة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المدارس على الحفاظ على البيئة من خلال توعية التلاميذ بأهمية احترام النظافة والاعتناء بالمساحات الخضراء داخل المؤسسات التعليمية. روبورتاج حجب تامك، وصالي مغري ومحمد تونينا. توجت مدرسة عبد المجيد بن جلون الابتدائية بأكادير على شارة اللواء الأخضر الخاص بالمدارس الإيكولوجية والتي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، نظرا لتوفرها على مجموعة من المعايير البيئية. كانت عدد المؤسسات التي شاركت في المسابقة تقدر ب 46 مؤسسة، فازت منها 28، 16 منها حصلت على اللواء الأخضر، 8 حصلت على الميدانية البرونزية، و4 حصلت على الميدانية الفضية. اشتغال المدرسة على تقليل استهلاك الماء وتقليل استهلاك الطاقة والتدبير الجيد للنفايات، والفاعل الأساسي في هذا البرنامج هو التلميذ، بحيث يجب عليه من خلال الشغال أن يكتسب سلوكيات إيجابية جيدة ينقلها من داخل المدرسة إلى المحيط الخارجي. وفي خطوة تحفيزية على الاهتمام بالبيئة وعلى الفضاء الطبيعي للمؤسسة، نظمت أروقة وورشات هدفها توعية الناشئة بأهمية الحفاظ على البيئة.
مكان رموس الأشباه في الأرض، وكنسقيو الشجيرات باش تبقى ديما المدرسة ديالنا هي أحسن مدرسة في هذا في مدينة أكادير. افتخرة بها بزاف حيتاش ربحات من ما بين مجموعة ديال المدارس، وهذا الشيء كامل كيعود على الأساتذة ديالنا والتلاميذ اللي تعاونوا باش ولاد المدرسة نظيفة. يذكر أن مدرسة عبد المجيد بن جلون الابتدائية بأكادير واحدة من بين 15 مؤسسة تعليمية على صعيد جهة سوس ماس، حصلت على شارة اللواء الأخضر في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ضمن برنامج المدارس الإيكولوجية. تشهد المراكز التجارية الكبرى خلال هذه الفترة إقبالا ملحوظا للزبناء، ويرتفع الإقبال على هذه الفضاءات جراء التخفيضات المهمة في الأثمنة التي يتم الإعلان عنها بالتزامن مع اقتراب نهاية السنة الميلادية. من العاصمة الاقتصادية للمملكة يرصد لنا الظاهرة روبورتاج ليلى عسلي وعبد الرحمن زيان. تخفيضات مغرية وعروض ترويجية تقدمها جل العلامات التجارية العالمية والمحلية هنا، فبمناسبة رأس السنة الميلادية يصبح هذا المركز التجاري بالعاصمة الاقتصادية الوجهة المفضلة لدى الزوار من المغرب وخارجه، فرصة لاقتناء منتجات مختلفة بأثمنة يجدها المتبضعون مناسبة. كل شيء به خذينا اللي خذينا مزيان، انا ندورو خذينا البوتيك يفرحوا بينا. البوتيك كيديروا السولد في 30 31، كنتقداو الحوايج كنقصوا الاشمنه بالثمن ديال 25% 35%، كنستغلوا هذه الفرصه هذه وكنجيو نتقداو شي حوايج. أظن أن التخفيضات التي تضعها المحلات التجارية هنا مناسبة، فقد زرت عدة مراكز للتسوق في أوروبا وهذه أول زيارة لي للمغرب، واشتريت العديد من المنتجات عالية الجودة بأثمنة أعجبتني. تبضع بنكهة ترفيهية، رحلة في عالم التسوق لا تخلو من المتعة. جينا على قبل لي سولد و نعمل شويه ديال شوبينغ و نعمل بروفيتي ديال الامبيونس. عجبتني الانيماسيون لي فوتو مع البير نويل تبارك الله كلشي غزال. أجواء ممتعة توازي رواجا تجاريا ملحوظا في هذه المناسبة، فالمحلات التجارية تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار نظرا لما توفره من أسعار تنافسية. ونختم النشر ببلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مراقبة هلال شهر جمادى الأولى لسنة 1441. البلاغ يفيد بأن مراقبة الهلال ستكون يومه الخميس، وترجو من خلال الوزارة من السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته بواسطة الأرقام الظاهرة الآن على الشاشة. إلى التذكير بالعناوين. مكانة مهمة يحتلها قطاع الزيتون في منظومة الإنتاج الفلاحي بجماعة ووزارة إقليمية ظلال، وعملية إنتاج زيت الزيتون بالمنطقة شهدت تطورا ملحوظا مع اعتماد طرق تراعي الشروط البيئية. أزيد من 500 من نزلاء السجن المحلي ببوعرفة يستفيدون من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات حلت بالمؤسسة نهاية الأسبوع الماضي. وتخفيضات مهمة تعلنها المراكز التجارية الكبرى بحلول نهاية السنة الميلادية تجذب أعدادا غفيرة من المتبضعين، والنموذج قدمناه من العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.